ايه هيك احسن، بلا ما يهزله بدنه بالليل. بس بكره لازم ينهي الموضوع، لازم ينهي حتما حتما. الو لك يا الو، ايه العمى لو راح على زبداني مشان ينادي له كان رجع. الو لك شبهنا، الو ايه شكرا، ايه شكرا شكرا. الو ماما، اهلين حبيبي، اهلين يا عمري، اهلين انا امك. شو مين امك؟ يو لك ماما نسيتني، لحقت تنساني. أمك ميتة من 3 سنين؟ فال الله ولا فالك، سلام الخولة من رب الرحيم. لك أنت شو عم تحكي؟ لعمى شو قليل أدب؟ أنت مو فكري أبو سنان؟ طيب خلص رجعني على الريسبشن. لك أخي رجعني على البطيخ على السنترال. ألو يا أخي، أنا هذا اللي حكيت معه مو ابني فكري، قصدي مو فكري أبو سنان. ما في غيره فكري بالحفلة؟ ليش شو الحفلة تبعكم؟ مو للوفد التجاري الأوروبي؟ لا بالله، شو حفلة شو؟ شو قال لك؟ قال عندهم حفلة طهور. ايه اكيد هذا اوتيل الشام. الحمد لله. والحفلة أكيد بقاعة الأمويين. شكرا كثير، ريحتني. طيب إذا ممكن نادي له. إيه نعم، إيه فكري أبو سنان أمه. طيب نادي له، راح بستنى. مساء الخير ماما. فكري لا تقولي تأخرت عليكي، تركت الحفلة من نصها مشان ما تقطعي خاطرك. ايه ماما، ايه حبيبي. الو فكري. مين فكري ماما؟ فكري العمى شو صار لي؟ خير شو بك يا ماما؟ شوفي فكري، هذا انت حبيبي؟ كيف اجيت؟ قصدي وين كانت وين كانت الحفلة؟ بالمزارع طريق سيدنايا، شغلتيني بالي. شوفي بالمزارع يعني بمطعم؟ لك انت مو قلت لي الحفلة بأوتيل؟ لك بدك تجنني. طولي بالك ماما. شوفي ما في شيء، بس كنت بدي اسألك. عن شو؟ عن البنات. انو بنات؟ البنات يلي بالحفلة، قصدي البنات يلي كنتوا عازمينهم. يا ماما انو بنات وانو عازمينهم؟ ليش اصلا في بنت الواحد تفكر فيها لحتى يعزمها؟ يعني ما كان في بنات بالحفلة ماما؟ يعني حتى لو كان في بنات، انت بتعرفيني انا ما بفكر بهيك شغلات. لك يا امي يا حبيبي، انا ما عم اقول لك هيك مشان تهتم ولا ما تهتم، بس اهتمام عن اهتمام بيفرق. على كل حال هذا الموضوع بعدين بنحكي فيه. يلا روح اتحمم والبس بجامتك ورجع احكي لي بالتفصيل الممل شو صار بالحفله. يلا ماما. يلا. حاضر ماما. ان شاء الله بيقبرني. صبري. شفتي الحمد لله، شفتي الترباية؟ لك يقبر قلبي ان شاء الله، ما انتبه اذا في بنات ولا ما في بنات. عيش وربي، مو هيك ام الصوص؟ رجعنا لام الصوص. ان شاء الله بيقبرني مثل جورج قرداح. ليش هالسرعه امل؟ لانه السرعه بتهدي لي اعصابي. اعصابي؟ وبقدر اعرف ليش اعصابك مفرطه؟ بالله عم تغشم حالك؟ عم تعمل حالك ما عندك علم؟ أنا بعمري ما غشمت. بعدين ما حدا ضربك حي. معك حق، أنا غبية، أنا ما بفهم. أمل اهدي، هلا بنتفاهم بالبيت. أنو بيت؟ البيت اللي خربته فوق روس أصحابه؟ ولا بيتنا اللي عم نهد كل يوم فوق راسي؟ راسك لحالك؟ معك حق، أنت ما خسرت شي، ما صار عليك شي. ها
هذا لاني الخص شبابك. شبابي؟ انو شباب هذا اللي عم تحكي عني؟ انو شباب؟ ما انت ما خليتني اتمتع بشي. لا اكيد انت جنيتي. جنيت؟ فعلا انا جنيت؟ خلاص انا جنيت. ياريتني متت وما صار فيه هيك. ياريتني متت. ياريتني متت وما صار فيه هيك. صفوان بيك. شوف يا فريد. السيد هشام تحت بده يشوف حضرتك ضروري.
غريب، ما في بالعادة يجيب الوقت. قال في موضوع مهم كتير بدي يطلعك عليه. طيب خلي سنة نازل أنا. حاضر يا بيك. غريب، شو هالشي المهم اللي جاي اللي علي بالوقت؟ مو معقول، مو معقول، شو عم تحكي انت؟ هذا اللي صار، والحادث سبب له شلل كامل. يا الله يا الله، شو هالخبرية هي؟ صفوان بيك، أنا حبيت خبرك بنفسي مشان ما يجي حدا يتفاجئك بهيك خبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف صار الشيء؟ من شي اسبوع، بس انا ما دريت الا اليوم. وهذا يلي جوزته بعد ما طلعت انا، شو صار فيه؟ ما صار له شي، مثل القطه بسبع ارواح، شوية ردود وطلع من المشفى. بعت له ورقة الطلاق. شو؟ معقول؟ شو عم تحكي انت؟ اللهم لا شماتة. المثل بيقول ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الله يصبرك يا صفوان بيك. فكري؟ شو تحسين؟ هون في غلط بالحسابات. شو؟ تعال شوف. وين؟ هون هون. راجعتهم قبل ما يتحولوا للصرف. معك حق، فعلا في غلط. شو صار لك؟ أول مرة بتتشتت وبتغلط. ما بعرف، الظاهر ما كنت مركز وانا عم راجع. وانا هيك ملاحظ من الصبح وانت مو على بعضك. قلي في شيء؟ لا ابدا بالعكس ما في شيء، بس يعني شلون بدي احكي لك؟ احكي فكري ولا بدك تخبي عني؟ ما في بالعاده، بس يعني شغلي مو مستاهله. معناها في شغله، وهي الشغله هي اللي خلتك تتخربط بالحسابات، واكيد هاي الشغله بتتعلق بماما. لسه كل ما قلت لك قصه بتقلي ماما. لا سيدي، ماما ما لها علاقه بالموضوع. اوف، لكن شو بك؟ ببساطه امبارح صار معي فصل، لاني قدران انسى ولاني قدران لاقي له تفسير. ما في شيء ما له تفسير، احكي وبعدين بنفسر. امبارح بعد ما اشتريت الطقم قلت لحالي بدي ارجع على البيت تمشي، واذ مين بصادف؟ لا مع افندي. ما عم تروح من بالي، لا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا يا ليك. شو يا فريد؟ تليفون. مين؟ شخص ما قال شو اسمه. قلت له أنا هون؟ اضطريت له لأنه طلب مني وترجاني إني ما أسأله شو اسمه. قال في شغلة ضرورية كتير ومهمة بده يحكي معك فيها. ألو. نعم. ايه يا اخي، انا صفوان. نعم نعم، سامعك منيح. طيب يا اخي تفضل بكره لعندي على الشركه. لا لا بدون موعد، معليش. اهلا وسهلا فيك، مع السلامه.
الله يكون بعون الناس. ما في شيء اسمه صدفة، كل شيء مخطط ومدروس. اي نعم، هذا اسمه تحدي، تحدي صريح، وانا لازم اكون اجدر ودود. اي نعم، مثل ما انهم بيرسموا وبيخططوا وبيتآمروا، انا كمان لازم اكون ذكي المعي، فوقت عليهم كل الفرص وكل مشاريعهم. اي نعم. ودار شبك؟ شايفتك قلقانة. بهيجة سكري الباب بتاعي، بدي اقول لك شيء. بهيجة يلا قومي. طيب طيب. مالك ملاحظة إنه بابا مشغول باله كتير بهالكم يوم؟ ملاحظة، بس ما استرجيت قلك، خفت عليكي تقلقي، وهي انتي قلقانة. من امبارح ما حكى ولا كلمة بنوب، كل اللي صار وهو ما كان معنا أبدا. يلا بسيطة، المهم إنه ما يكون عم يعاني من شي صحي لا سمح الله، أو في شي شاغل باله. لا، صحته ما فيها شي. بابا مشكلته هون، في شي هون. رجال فظيع بكل معنى الكلمة. من لحظتها وأنا مندهش فعلا وعم فكر. ويا ترى وصلت لشي؟ صارحت نفسك بالشي اللي سويته؟ بشو بدي صارح نفسي؟ كل القصة اني يمكن كنت مرتبك شوي وخجلان. انا بشوف انه رجعتك لعنده بعد ما بعدت وما رد عليك ما كانت من شانه، ولا كانت من باب الخجل مثل ما عم تقول. لكان مشان شو؟ من شان بنته. انا فكري المسألة واضحة، وهذا هو التفسير الوحيد لسلوكك. ما بخبي عنك تحسين، انا الحقيقة قدرت سلوكها لما لفتت انتباه ابوها لوجودي، خاصة انه كان هيك مشغول وملتهي بحاله، او كان عم يتظاهر انه ما انتبه لك. بجوز، المهم انا هيك كان شعوري. بس كنت راضي نفسيا عن سلوكك وعندك استعداد للاستجابة، وهذا شيء طبيعي. يعني اي شاب بمطرحك كان بده يتعامل بنفس الاسلوب اللي انت تعاملت فيه. المهم يا صديقي ان هي اللي لفتت نظرك. لا تبالغ بتفسيرك تحسين، يعني انا يا دوب شفتها لحظة ومرقت جنبها مثل ما بمرق جنب اي انسان عادي. انا متاكد انه هاي اللحظه هي اللي قلبت عواطفك راسا على عقب مثل ما عم يقول. معقول؟ ايه سيدي معقول. لكن فيك تقلي شو معنى هالسرحان والخربطه بالحسابات وتفكيرك فيها طوال الليل؟ ما بعرف، بجوز نظرتها الغريبه هي اللي خلتني افكر بالموقف كله لهالدرجه. اكيد كانت نظرتها بارده وخايفه ابوها يلاحظ شيء ويفهمه غلط. بالعكس، كانت نظرتها جريئة ما بتنوصف. ما بعرف شو بدي اقول لك، كانت نظرتها هيك غميقة حنونة مشتاقة، كأنها عم بتشوف انسان عزيز عليها وصار لها عمر ما شافته واقف قدامها. هالنظرة بالذات هي اللي خلتني ما بعرف، ما عاد قدرت اتخلص منها. كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما اجيت، عم شوفها قدامي. شفت انها قدرت تحرك فيك اشياء انت نفسك كنت عم تحاول تقتله؟ لا تحسين، انت هيك غمقت كتير، ما بتصور مسألة وصلت لهون. مو مهم لوين وصلت، المهم انك فكرت فيها، وانا برأيي انك تضل تفكر فيها وتتذكر نظرة عيونها، على شرط ما تخربط بالحسابات وما تنسى انه اليوم عنا موعد مع الشركة الدولية. معناتها حبيبة قلبي أكيد أبوكي الآن على وضعكم المادي. لا بهيجة ما بظن، أنا حاسة إنه بابا عم يبالغ بشي عشان يغطي على شي تاني. شي تاني؟
مثل شو يعني؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه كثير منيح انه بابا عم يعمل كل جهده مشان انا ما يكون لي اي اهميه بهالحياه. بعدين موضوع فكري بحد ذاته بخليني اتوقف كثير وفكر. ما بعرف بهيجه، ما بعرف بجوز انا اكون غلطانه، بس الشيء الاكيد انه بابا عم يهول موضوع المصاري مشان يغطي على غلطه اللي غلطها مع رجال. اكيد بدي روح شوف الاستاذ رؤوف، بدي استفسر منه عن الموضوع. ايه بس حضرتك بالعاده بتشوفه يوم الجمعه بالقهوه. المواضيع اللي من هالنوع ما بينحكى فيها بالقهاوي قدام كل الناس. شلون الطقس برا؟ الشمس برا حده كثير، ما بينمشى بهالوقت. حده؟ ايه حده. لكن بابا اجلها ليوم الجمعه. الموضوع ما بيتأجل بنوب. طب معناتها روح التاكسي. ما في لزوم، هدول مشان شو الله خلقها؟ وين الشمسية؟ ما هي جوان الشمسية. حاضر حاضر. دقيقة. على كل حال أنا ما راح أطول كثير. ما بدي وصيك. الشبابيك. حاضر بابا. الأبواب. حاضر بابا. انتبهي منيح. حاضر بابا. تفضل. لا تفتحوا لحدا بغيابي. حاضر بابا.